بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فنكمل إن شاء الله تعالى الكلام في هذا الكتاب المبارك أداب سلوك المريد، وقد توقفنا عند فصل في الإقبال على الله والتفرغ لعبادته. قال: وينبغي للمريد أن يكون أبعد الناس عن المعاصي والمحظورات، وأحفظهم للفرائض والمأمورات، وأحرصهم على القربات، وأسرعهم إلى الخيرات. فإن المريد لم يتميز عن غيره من الناس إلا بالإقبال على الله وعلى طاعته والتفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته. إذن ونحن في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لابد علينا أن ننتبه إلى كل ما يقربنا من الله سبحانه وتعالى. يعني هذه مسألة يعني مثل القضية التي يهتم بها الإنسان، الرسالة التي يعيش من أجله، لا ينبغي له أن يلتفت عنها. يعني لا يكون حاله يوم في العبادة والطاعة ويوم في الغفلة، لا، كده ما يبقاش مريد، كده يبقى هو فقد أهم شيء في المريد، الانتباه واليقظة. وهذا ليس معناه أنه لا يقع في المعاصي، بل يقع في المعاصي لأن كل ابن آدم خطاء، لكن سرعان ما يعود. يبقى إذن سرعة العودة إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة والاستغفار هو الذي يميز المريد عن غيره. المريد منتبه ويقظ. ممكن الواحد يبقى ماشي في طريقه مثلا، يركب سيارة وهو منتبه ويقظ، لكن لا قدر الله يحصل له حادث. المنتبه واليقظ يعني إذا حدث له ذلك يعني يكون أقل من الايه، من اللي ماشي غافل كده، لا هو واخد باله ولا بتاعه وبيتكلم في الموبايل وماشي يمين ولا ماشي شمال، لا، هتبقى الكارثة أكبر والضرر أكبر. ولكن الله سبحانه وتعالى يعني يخفف ويلطف بالمريد الذي يعني قد تقع منه بعض المعاصي أو شيء من هذا القبيل، لأنه يعلم أنه يريد وجه الله سبحانه وتعالى وأنه صادق في التوجه إلى الله. فهذا هو ما نريده. يبقى التفرغ عن كل ما يشغله عن عبادته، والعبادة هنا بالمعنى الأعم. العبادة مش فقط، ليست فقط هي الصلاة والصيام والحج، لا، حسن معاملتك لأهلك ده من العبادة، حسن إتقانك أو إتقانك لعملك هذا من العبادة، حسن الأخلاق من العبادة. كل هذا لابد علينا أن نوسع مفهوم العبادة. قال: وليكن شحيحا على أنفاسه، بخيلا بأوقاته، لا يصرف منها قليلا ولا كثيرا إلا فيما يقربه من ربه ويعود عليه بالنفع في معاده. أهم شيء في حياة الإنسان هو الوقت، لأن الوقت هو رأس ماله. هو إحنا لما بنعيش إيه هو الوعاء اللي إحنا بنستطيع أن نأخذ منه؟ هو الوقت. من غير الوقت، من غير الإنسان إذا لم يكن مهتما بوقته سيضيع. والشعر يقول: الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت أثمن ما عنيت بحفظه، أثمن شيء في حياة الإنسان هو الوقت، ومع ذلك وسبحان الله أراه أسهل ما عليك يضيع. نقعد ساعة وإحنا مش واخدين بالنا، وإحنا مسكين الموبايل ساعة راحت، وإحنا 24 ساعة. طيب ساعة تانية في المواصلات، ساعة تالتة في الأكل والشرب، ساعة رابعة، خمس ست سبع ثمان ساعات في النوم، يبقى عوض ربنا في اليوم، صح؟ ما الوقت بقى الذي متى تتفرغ لعبادة الله، ومتى تتفرغ يعني حسن رعاية حالك ومآلك في الدنيا والآخرة؟ ما نعرفش، ما حدش بيحسبها كده. يعني معظم الناس يعيش أهو أدينا من قضيها يوم ورا يوم ورا يوم. لا، المريد ينبغي عليه أن يكون عنده برنامج. لا بد، هو الشيخ هيوصف البرنامج كده بالتفصيل، هيقول ايه هو البرنامج الذي اذا جعلته اساسا لك في حياتك واستمررت عليه وكنت مستمرا عليه، اثمر ذلك الصدق والاقبال على الله سبحانه وتعالى والانوار من الله سبحانه وتعالى.
يبقى الإنسان لابد أن يكون إيه؟ شحيحاً على أنفاسه، بخيراً على أوقات. إحنا كنا بنروح لمشايخ لم يكن عندهم تقريباً وقت فراغ، تقريباً. نخش نلاقيه قاعد عمال يقرأ القرآن، بسم الله الرحمن، هو يحفظ القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، يسمع، يخلص التسميع، إحنا بنروح نقرأ عليه، نقوم يجي حد تاني يقرأ معاه، يجي وقت الصلاة يقوم يصلي، ما فيش حاجة معاه، يروح فاتح الإذاعة يجيب برنامج معين هو بيتتبعه، بيشرح منطق، بيشرح فقه، بيشرح أصول حتى يستفيد، لأنه يعني مسكين لا يستطيع أن يمسك الكتاب ويقرأ. إذن هو لا يضيع ساعة من وقته في غير طاعة ولا في غير عمل مفيد. الشيخ زكريا الأنصاري رضي الله تعالى عنه، الشيخ عبد الوهاب الشعراني يحكي عنه كذلك، أنه لم يكن يضيع ثانية واحدة في عمره. يقول كنت أقرأ عليه. سيدي عبد الوهاب الشعراني تلميذ الشيخ زكريا الأنصاري، الشيخ زكريا الأنصاري مدفون بجوار سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في مسجده. فيقول عندما كنت أكتب وراءه، فكان مثلا الألم يحتاج إلى، عارفين الأقلام القديمة اللي تحتاج إلى خشب بقى، محتاج إن هو يبريه وكده. فيقول فكنت أصلح القلم، يعني ياخد مثلا دقيقة دقيقتين، فأجده على الفور لسانه الله الله الله، يعني إيه؟ يعني هو يا إما يقول علم، يا إما يقول ذكر، يا إما يصنع شيء مفيد. لا يمر ساعة من وقته ولا لحظة من وقته إلا في شيء يقربه إلى الله أو شيء مفيد يعود عليه بالنفع. إذن هذه الهمة لابد علينا أن نحاول أن نحصلها. الزمن الذي نعيشه زمن يعني يحملنا حملا على الفراغ، العبث، الانشغال بما لا يفيد، الانشغال بما، مش بس بما لا يفيد، لا بل بما يضر، من القيل والقال والكلام عن الناس والطعن فيهم وسوء الظن، مفهوم؟ قال وينبغي أن يكون له ورد من كل نوع من العبادات يواظب عليها ولا يسمح بترك شيء منها في عسر ولا يسر. ورد يعني وظيفة بتفعلها في وقت محدد يوميا، هذه معنى الورد. يعني مش حاجة كده كل ما يعني ما لما تجد نفسك فاضي ولا لما تجد نفسك عندك وقت فراغ تعملها، ده مش ورد. الورد ليس نزهة ولا فسحة ولا يعني رحلة بتعملها، لا، الورد يعني وظيفة، مثل الوظيفة اللي انت بتروح الشغل كل يوم، الدوام بتاعك، او بتروح الجامعة كل يوم، هذا هو معنى الورد. مثل الصلوات الخمس، هذا ورد، ورد يعني متكرر بتكرر الأيام والليالي في ساعة معينة. فليكثر من تلاوة القرآن العظيم مع التدبر المعاني والترتيل لألفاظه، وليكن ممتلئا بعظمة المتكلم سبحانه وتعالى عند تلاوة الكلام. نحن نقرأ القرآن وهو كلام الله. وقال أهل الله كنا إذا أردنا أن يكلمنا الله نمسك بالمصحف فإيه؟ فنقرأ، فكأن الله يكلمنا، يا أيها الذين آمنوا، تمام؟ يبقى في كلام من الله سبحانه وتعالى. وكنا إذا أردنا أن نخاطب الله قمنا إلى الصلاة، يبقى ده حال وده حال. ولا يقرأ كما يقرأ الغافلون الذين يقرؤون القرآن بألسنة فصيحة وأصوات عالية وقلوب من الخشوع والتعظيم لله خالية. يبقى هنا ده غافل له، يبقى القراءة هنا قراءة في الظاهر فقط، ليست لها أثر في داخل الإنسان. يقرؤونه كما أنزل من فاتحته إلى خاتمته ولا يدرون معناه ولا يعلمون لأي شيء أنزل. وهذا هو الذي تكلم الله سبحانه أو النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصف الخوارج، قال يقرؤون القرآن، الخوارج يقرؤون القرآن يعني يكثرون من قراءته أو يحفظونه، لا يجاوز تراقيه، يعني مجرد صوت يخرج من حنجرته لا يصل إلى قلبه، لا ينتفع به،
يبقى إذن مهما قرأ لا يفيد. نسأل الله العافية. قال ولا يعلمون لأي شيء أنزل ولو علموا لعملوا فإن العلم ما نفع ومن علم ما ومن علم وما عمل فليس بينه وبين الجاهل فرق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون كنا نحفظ الآية ولا نتجاوزها إلا إذا عملنا به، إلا إذا عملنا به. يعني مثلا سمع قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يقول أنا هبقى صادق في كل عملي وكل قولي، ويتحرى الصدق في كل أعمالي وفي كل كلامه، تمام، ويقعد يدرب نفسه، يدرب نفسه لغاية لما يقوم بهذه الآية، ثم ينتقل إلى آية أخرى، تمام. يبقى إذن حاله أنه لا يكتفي بالحفظ فقط أو لا يكتفي بالعلم فقط، بل العلم والعمل. قال فتعلمنا العلم والعمل معا. طيب قال فليس بينه وبين الجاهل فرق إلا من حيث إن حجة الله عليه آكد. ما أنت مشكلتك الجاهل لا يعرف، ما يعرفش الحكم، فهو يوم القيامة ربما يكون له عذر، تمام، يعني لما لم تفعل كذا؟ قال يا رب لم أعرف. لكن حضرتك عارف الحكم، قرأته ومر على سمعك، فلما لم تعمل به؟ مفهوم. يبقى دي مشكلة من أكبر المشكلات، إن الإنسان يقرأ من غير اعتبار، يقرأ من غير عمل، يسمع ولا يطبق. طيب ولذلك قيل كل علم لا يعود عليك نفعه فالجهل أعود عليك منه. طبعا حتى لا نكون يعني في حال لا تناسب ما نحن فيه من ظروف، في الحقيقة أن الإنسان يعمل بقدر ما يستطيع. ما هو مهما قلنا كل ما نسمعه لا نستطيع أن نطبق، طاقت الإنسان وقته وجهده، ما حدش هيقدر يعمل كل حاجة يسمع. لكن الله سبحانه وتعالى من رحمته وعلمه بضعفنا قال فاتقوا الله ما استطعتوا واسمعوا وأطيعوا. يبقى عندما تسمع تقول، تنوي في قلبك أنك ستطبق، وتقول يا رب عني على هذا، وتحاول مرة واثنين وثلاثة، فإذا علم الله منك ذلك قبل منك حالك حتى لو أنت لم تفعل هذا العمل، تمام. يعني مثلا واحد سمع فضل الصيام وحب أن يكون من هؤلاء الذين يعني يحبهم الله سبحانه وتعالى ويجعلهم مع الصائمين الذين يدخلون من باب الريان اللي هم بيكثروا من الصيام، وسمع أحاديث كثيرة في فضل الصوم، صوم النفل يعني، فقال يا رب أنا نفسي أصوم، يا رب عني على الصوم. فجه مرة وقالها صوم، كان يوم حر فتعب قوي، وراح للدكتور وبتاع، الدكتور قال له يا ابني انت تعبان وما ينفعش انت تصوم، ويعني ربنا غفور رحيم، تمام. فشعر بحزن في قلبه، شعر بحزن، هو عمل قدر ما يستطيع، تمام، ولكنه لم يستطع ان يكمل. الله سبحانه وتعالى من كرمه انه يعطيه ثواب من تماما مثل الشخص الذي عمل. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان إذا كان يصلي قيام الليل متعود أنه يجي بالليل كده يصلي ركعتين، تمام، فجيه تعب مرض فلم يستطع أن يقوم، حاول يقوم ما قدرش، فالله سبحانه وتعالى يقول للملائكة اكتبوا له أجر ذلك القيام. ليه؟ لأنه في قلبه كان يريد أن يقوم لكن أصابه مرض أو تعب. يبقى ربنا عالم بنا ويعلم ما في الصدور، فلذلك نحن نحاول ونتوكل على الله، نستطيع ما نستطيع أن نقوم به نقوم به، ما لا نستطيع الله سبحانه وتعالى يسامحنا ويتقبل منه، تمام. يبقى الإنسان يعني يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيساعدنا على أن يعني نستديم على الطاعة.
قال وليكن لك أيها المريد حظ من التهجد، فإن الليل وقت خلوة العبد مع مولاه، فأكثر فيه من التضرع والاستغفار، وناج ربك بلسان الذلة والاضطرار عن قلب متحقق من نهاية العجز وغاية الانكسار، واحذر أن تدع قيام الليل فلا يأتي عليك وقت السحر إلا وأنت مستيقظ ذاكر الله سبحانه وتعالى. كل شيء في العبادات بالتدريب، ما فيش حاجة ان انت في يوم كده تقول انا هقوم الليل، فتيجي فعلا تجيب كوباية قهوة كبيرة كده وتشربها وتبقى مصحصح وفايق واخد بالك وتصلي ما شاء الله سبحانه وتعالى، حلو. تيجي تاني يوم نايم سطيحة، لا انت داري ولا بتاع، ما خلاص انت عملت بقى ايه كل طاقتك في يوم واحد ففرغت البطارية انتهت خلاص. لا، ما يصحش كده. المشايخ علمونا ان احنا نتدرج، يعني تيجي بعد العشاء تصلي ركعتين تمام وتقول يا رب يعني هذا قيام الليل لا لا اقدر عليه دلوقتي، وربنا يعيني اقوم قبل الفجر اصلي ركعتين كمان، وتظبط المنبه وتعمل اللي عليك. ما قمتش خلاص، يبقى يوم تاني جاهد نفسك، ويوم تالت ويوم رابع لغايه لما تستطيع. وعندما تستطيع الله يعينك مره واثنين وثلاث لغايه لما يبقى دائم، ويبقى يعني مثل الصلوات الخمس كده. احنا دلوقتي بفضل الله تعالى يعني لا يستطيع الانسان ان هو يتركه، خلاص سهل علينا بفضل الله تعالى، وانها لكبيره الا على الخاشعين. وبحيث ان انت لو مثلا لا قدر الله ما صليتش الظهر او العصر تحس ان انت فقدت شيء عظيم يعني، وملخبط كده وحس ان في مشكله في حياتك. كذلك اهل الله سبحانه وتعالى عندما يلتزمون بالأوراد أو بالصلوات أو كذا يعني يكون حالهم هكذا، كمثل ما الذي يتأخر عن صلاة الظهر أو صلاة العصر، يبقى عنده في شيء من عدم الاتزان. أحد المشايخ كان الشيخ محمد راشد. محمد راشد هذا كان هيئة كبار العلماء أول ما طلعت سنة 1911. الشيخ محمد راشد هذا كان من كبار علماء الأزهر الشريف، من علماء التفسير. التقى، كان أحد تلاميذه الشيخ سيدنا الشيخ أحمد مرسي النقشبندي. أحمد مرسي النقشبندي ده شيخ سيدنا الشيخ علي جمعة، والشيخ علي جمعة يعني كان أحد تلاميذه. الشيخ أحمد مرسي في هذا الوقت كان شابا صغيرا، يعني عنده مثلا 16-17 سنة. فالشيخ محمد راشد بيقعد في الدرس، فلقى أحمد الشيخ أحمد مرسي ده جاي له يقعد معاه قصاده كده. فالشيخ لاحظ أن مع صغر سن الشيخ أحمد مرسي إلا أنه منور، يعني عليه نور كده وسمت يعني عجيب، مش واحد كده عادي، لا عليه سمت كده وهدوء وسكينة وإقبال. فيعني أعجب بهذا الشاب، فناداه قال يا ولدي أنا أراك في حالي يعني سكينة ونور، ومن أين أتيت بهذا حالك كده شكلك كده أن لك شيخ يعني سبب هذا الفتح؟ فقال له والله يا مولانا ما فيش حاجة ولا بتاع. قال له لا، هو إلا لابد أن تخبرني من هو شيخك. حلو. فاستأذن شيخه ثم أخبره من هو شيخه. سيدنا الشيخ محمد أمين البغدادي النقشبندي. محمد أمين البغدادي النقشبندي هذا هو المدفون في مسجد الزهر جاجنكير في الجمالية جوه كده، مسجده موجود حتى الآن وهو مدفون فيه، وكان من كبار الأولياء والصالحين، وجاء من شمال العراق من بلاد الأكراد، وعاش في مصر هنا، وكان يعني يحفظ الناس القراءات بالعشر، وكان من أهل الله. فيعني استأذن الشيخ أن يذهب إليه. هنشوف دلوقتي محل الشاهد. الشيخ محمد راشد ساعتها كان عنده 80 سنة، 80 سنة يعني في خلاص نهاية حياته، ولكن حرصه الشديد على أن يلتقي واحدا من أهل الله الذين يأخذون بأيدي الناس إلى الله ويدخلونهم على الله كان
هو سبب الفلاح وسبب النجاح. وفعلا يعني ذهب والتقى به واستأذنه أن يأخذ منه الطريق، إن الشيخ محمد راشد يأخذ من الشيخ محمد أمين البغدادي الطريق. فالشيخ محمد أمين البغدادي سأله سؤال، قال له: يا شيخ، هل لك ورد تحافظ عليه؟ قال له: نعم، أنا لي ورد منذ 50 سنة، أصلي ركعتين في جوف الليل لا يعلم أحد عنهم شيئا إلا الله ولا حتى زوجتي. يعني هو يقوم كده في جوف الليل في خفاء يصلي لله سبحانه وتعالى إيه؟ ركعتين. فقال له: أبشر. سيدنا الشيخ محمد أمين بغداد قال له: أبشر. وذهب الشيخ ويعني بدأ معه الطريق ولغيره، حتى يعني أذن الله له بالفتح وفتح على الشيخ محمد راشد في يعني نهاية حياته، خلاص ده في آخر عمره يعني. لكن الشاهد من ذلك أن السبب في هذا، السبب الظاهر، هو مواظبة الشيخ محمد راشد على قيام الايه الليل حتى لو ركعتين. يعني كأنه حتى سيدنا الشيخ علي كان يقول لنا ايه، عامل زي الكوباية كده، انت دلوقتي عايز تشرب، بتقول له: يا شيخ عماد اسقيني مية. طيب معكش كوباية، هيحط لك المية فين؟ صح. لكن الشيخ لما يلاقيك عندك ورد، مواظب على ورد، يستطيع الشيخ أن بمن الله سبحانه وتعالى عليه أن يجعل الأنوار بإذن الله سبحانه وتعالى يعني تأتي إليك. ربنا سبحانه وتعالى يجعل الشيخ سبب في أن يفتح عليك. لكن لو ما عندكش الكباية دي، لو ما عكش الورد اللي أنت مواظب عليه، مرة تذكر ومرة ما تذكرش، مرة تصلي ومرة ما تصليش، ومرة تنام ومرة تقوم، وحياتك مقضيها كده وخلاص، مفيش كوبايه يعني. طيب هتروح للشيخ هتستفاد منه ايه؟ ولا حاجه. معكش كوبايه، لازم يبقى معاك كوبايه، مفهوم؟ فادي لابد اهل الله كانوا بيضربوا هذه الامثله حتى نفهم ان دور الشيخ مع الطالب او المريد ان يفتح له الابواب فياتي له النور، تمام؟ بس عشان يأخذ هذا النور ويستفيد منه لازم يبقى معاه وعاء يأخذ فيه هذا النور ليستفيد منه. إذا لم يكن معه وعاء النور سيتلاشى، سيذهب، تمام؟ فلا بد من إيه؟ من حرص على القيام وأن يكون لك ولو ركعتين في جوف الله. قال: فصل في وجوب إقامة الصلاة وأن روح العبادات الحضور فيها مع الله. قال: وكن أيها المريد في غاية الاعتناء بإقامة الصلوات الخمس بإتمام قيامهن وقراءتهن وخشوعهن وركوعهن وسجودهن وسائر أركانهن وسننهن، وأشعر قلبك قبل الدخول في الصلاة عظمة من تريد الوقوف بين يديه جل وعلا، واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب الله الذي يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إذا لم يستشعر أنه وقف بين يدي الله يبقى كأنه بيعبث، كأنه بيعمل حركات كده في الظاهر من غير يعني خشوع، يبقى بيفوت على نفسه فرصة عظيمة. أنت تقف الآن بين ملك الملوك، بين من يملك الدنيا والآخرة، أنت وإحنا في حياتنا الدنيا بنروح على لفلان نقول له لو سمحت عايزين كذا، ونروح لفلان لو سمحت عايزين كذا، وبنقدم ورقة عشان ناخد كذا، صح؟ وهؤلاء لا يملكون شيئا في الحقيقة. فأنت الآن تقف أمام ملك الملوك ورب العالمين الذي هو بيده ملكوت كل شيء، فكيف تغفل عن هذا ولا تكون حاضرا بين يدي، ولا تكون فرحا مستبشرا بالوقوف بين الله سبحانه وتعالى من غير حاجب؟ الله عز وجل لم يجعل بينك وبينه حاجب، ده منك له. وقال ربكم: ادعوني استجب لكم. في اعظم من كده؟ اذا اردت ان تقابل مثلا عميد الكليه مثلا او رئيس الجامعه،
أو من فوقه، يعني ميت معاد وميت واحد ويروح فين جاي اقعد هنا، لا ما ينفعش مش عارف ايه، لا تعالى بعد ساعة، طب قدم ورقة، صح؟ وهو بشر، عبد من عباد الله، لا يملك من أمره شيئا، صح؟ الله عز وجل تقف بين يدي 5 مرات من غير طلب، ما بتقدمش طلب بتقول يا رب لو سمحت أنا عايز أقف بين يديك، ما بتقدمش، لا تقدم لله سبحانه وتعالى طلبا، أنت فقط تقول الله أكبر، خلاص بقيت مع ربنا. ليس هناك أعظم من هذا اللقاء في الحقيقة. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ وجعلت قرة عيني في الصلاة، وانظر إلى قوله جعلت قرة عيني في الصلاة، لم يكن الصلاة، مش الصلاة هي القرة العين، لا، في الصلاة يعني إشارة إلى اللقاء، الصلاة هذه وسيلة إلى لقاء الله، فقرة عين سيدنا النبي بلقاء الله. وحيثما إن الصلاة هي محل اللقاء كانت قرة عين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، مفهوم؟ يبقى إذن ما أعظمه من لقاء، نحرص على لقاء كثير من الناس ونطلب لقاءهم بالوساط، ونذهب إليهم ونطرق الباب مرة واثنين وثلاث فنرد، أو لا نستطيع الدخول، أو ندخل بعد فترة، أو ندخل فلا نقبل طلبنا، لكن رب العباد دعانا إلى لقائه في اليوم 5 مرات وبشرنا أن دعاءنا له مقبول على كل حال، مستجاب على كل حال، فوعد الله لا يتخلف. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ده ليس فيه شرط. قال أهل الله الاستجابة في الحال، إما أن تكون بنفس الطلب أو بما هو أفضل منه، يعني أنت طلبت قلت له يا رب أنا عايز شقة مثلا، فربنا يقول لك حاضر أنا هجيب لك قصر في الجنة، استجاب ولا ما استجابش؟ استجاب. استجاب يعني إيه؟ يعني علم أنك تريد شيئا قليلا فأعطاك ما هو أعظم منه، بحيث إنك لو خيرت بينهما تاخد شقة في الدنيا يعني تعيش فيها 50-60 سنة بس، ولا تاخد قصر في الجنة تعيش أباد الأبدين مع الملائكة والأنبياء، هتقول له طبعا يا رب أنا عايز التاني، صح؟ فالله عز وجل يختار لك ما هو، إما ما تختاره إذا كان يعلم أنه خير لك، أو يختار لك ما هو أفضل. يبقى هو سبحانه وتعالى يعطيك على كل حال، بل يعطيك من غير طلب. فالله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا، وجعلنا السمع والبصر، وخلقنا والحمد لله مسلمين من غير طلب، صح؟ كل النعم دي من غير ما نطلب، لم يكن لنا لسان ولا عقل ولا إرادة حينما خلقنا، صح؟ إذن كل هذا دليل على أنه كريم، فنقف بين يدي الكريم فاطلب بقى ما شئت، فرصة عظيمة، إيه؟ ليست فرصة واحدة بل 5، لا على الأقل. علي زين العابدين ابن سيدنا الحسين كان اسمه السجاد، ليه السجاد؟ قال كان يسجد في اليوم والليلة نحو 1000 ركعة و1000 سجدة، 1000 كان الله يبارك لهم في أوقاتهم وفي أزمانهم وفي صحتهم. وليس شرطا على فكرة الصلاة للركوع والسجود، يعني ممكن سجود شكر، سجود تلاوة، ما هو ده يحسب سجدة برضو، يعني عشان احنا برضو التصور بتاعنا، لا هو مش لازم يكون صلاة ركعتين، يعني لا، سجدة التلاوة، سجدة الشكر، سجد، كل ده من باب السجود. الشاهد أن حاله كان الإكثار من الوقوف بين يدي الله، هذا هو.
قال: واحذر أن تناجي ملك الملوك وجبار الجبابرة بقلب لاهٍ مسترسل في أودية الغفلة والوساوس، جائل في ميادين الخواطر والأفكار الدنيوية. الشيطان أول ما بتخش الصلاة يقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، شغلته هو ما وروش حاجة غيرك حضرتك. لو أنت استرسلت معاه ضيعت الفرصة عليك هو، لأنه هو يعلم أنك الآن تقف في أعظم لقاء وأعظم فرصة، ويمكنك أن تهرب منه وتنجو منه، فيريد أن يعني يستأثر بهذا اللقاء ويأخذه هو. لذلك سيدنا النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام: إذا قرأ العبد فقال الحمد لله رب العالمين بإيه؟ بخشوع وحضور، قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال أثنى علي عبدي. مالك يوم الدين، قال الله مجدني عبدي. إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. يبقى أنت عندك فرصة 17 مرة على الأقل، لأن احنا بنقرأ الفتحة في 17 ركعة في الفرائض، أن تطلب ما تسأل، تمام؟ ومع ذلك نفوت هذه الفرصة العظمى. مفهوم؟ الله سبحانه وتعالى ليس له، يعني سبحانه وتعالى احنا كل أي حد في الأرض عنده رصيد. أغنى إنسان في العالم عنده كام؟ يقول لك مثلا 120 مليار مثلا، 200 مليار، 500 مليار، بس رقم ولا محدود ولا محدود. لكن الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأ لا تنفد. في الحديث الله في الحديث القدسي الله عز وجل يقول: لو أن إنسكم وجنكم وقفوا في صعيد واحد فطلب كل واحد مسألة فقضيت له مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. إيه بقى؟ خد الإبرة لو وضعتها في الماء لا تنقص شيء. إذن تطلب من الله بكل قوة. الله عز وجل ليس له حد وليس لخزائنه نهاية، مفهوم؟ طيب، كل ده يشجعنا على أن نخشع ونتأمل ونتدبر في الصلاة. ومما يساعد على الخشوع في الصلاة أمرين زي ما قال العلماء: أول حاجة أن نقرأ القرآن بتؤدة، تمام؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، مش بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الضالين آمين. ده مش تؤدة خالص، لأن احنا كده عايزين نلحق القطار مثلا ولا الطائرة ولا لا. الحروف على الأقل يعني بحقها، ثم التسبيح في الركوع والسجود قدر الطمأنينة: سبحان ربي العظيم. قالوا أقله أن تقول مرة سبحان الله واضحة النون، سبحان الله مش سبحان الله سبحان الله سبحان الله كده ما فيش نون أصلا كلتها من كتر السرعة، لا سبحان الله، تمام؟ ده أقل شيء اللي هو قدر الطمأنينة اللي زي ما بيقول الشافعي. هذا داخل الصلاة، يبقى الخشوع والاطمئنان داخل الصلاة، وخارج الصلاة كثرة الذكر، هذا يساعد على الخشوع في الصلاة. يبقى كثرة الذكر في خارج الصلاة يساعدنا على الخشوع داخل الصلاة. طيب، قال يبقى إذن الإنسان والعياذ بالله إذا كان غافلا لاه بهذا الشكل، قال فتستوجب المقطة من الله والطرد عن باب الله والعياذ بالله تعالى. يعني تخيل أنك وقفت بين يدي ملك من الملوك، قاعد قصاده كده ملك من الملوك، رحت إيه
بدل ما تقعد تكلمه او يعني ترحب به، اسبك خرجت الموبايل وعمال ايه تلعب فيه. ايوه فلان تعالى مش عارف ايه، كلم صاحبك. ما التصرف المتوقع في هذه الحاله؟ ان هو يقول لك اطلع بره، ده اقل شيء، ما كانش يسجنك يعني، ده اقل شيء. يقول لك انت قاعد في حضره الملك فلان وعمال تهزر وتلعب وتتكلم مع اصحابك، اطلع بره. وهو يستوجب العقوبه، فما بالك بحضره رب العالمين. يبقى اذن الانسان عليه ان يكون حريص. طبعا ربنا سبحانه وتعالى رحيم، وربنا سبحانه وتعالى كريم، وربنا سبحانه وتعالى رؤوف، يعلم ضعفنا، ولذلك نحن نجاهد انفسنا في الصلاه. معلش سرحت، كم سرحت في اول ركعه، كمل في ثاني ركعه، ابدا من اول مره جديده، لا تياس من نفسك. بعض الصالحين كان يقول جاهدت نفسي في الصلاه 20 سنه حتى استقام. 20 سنه بيجاهد نفسه علشان ايه؟ يبقى اول ما يخش بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، يعني حاضر الذهن، حاضر الحالة التي هو بين يديه الله الآن، مش محتاج معاناة يعني. فعشان ينتقل من حالة المعاناة إلى حالة الاستقرار خد 20 سنة، فما نيأس. تمام؟ طيب، قال وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل عليه بوجهه، فإذا التفت إلى ورائه يقول الله تعالى ابن آدم التفت إلى من هو خير له مني، فإن التفت الثانية قال مثل ذلك، فإن التفت الثالثة أعرض الله عنه. نسأل الله العافية. فإذا كان الملتفت بوجهه الظاهر يعرض الله عنه، فكيف يكون حال من يلتفت بقلبه في صلاته إلى حظوظ الدنيا وزخارفها؟ والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام والظواهر، وإنما ينظر إلى القلوب والسرائر. يبقى الإنسان يبد أن يهتم بقلبه، يهتم أنه في حضور مع الله، وليس هناك أعظم من الله حتى تنشغل به في الحقيقة. ومن طرائف ما يقال في ذلك عشان نعرف حكاية إن إزاي هو الصلاة دي هي كأن الشيطان بيحاول أن يسارع إلى الإنسان من أجل أن يفسد صلاته. واحد جيل أبو حنيفة، الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وقال له أبو حنيفة أنت رجل إمام كبير وفقيه خطير وإلى آخره، وأنا بصراحة يعني ضاع مني يعني مبلغ من المال ولا أعرف أين وضعته، مش عارف، فقل لي شيء. قال له قم إلى الصلاة. قال له إيه؟ قم إلى الصلاة. قال له حاضر. راح قام إلى الصلاة، هو الله أكبر ركعة، راح مسلم. قال له ما الذي حدث؟ قال أول ما دخلت في الصلاة تذكرت أنني وضعت المال في مكان كذا وكذا. قال له أنا عرفت أن الشيطان لن يتركك، إذا دخلت الصلاة فسيرشدك إلى الحاجة اللي انت ضاعت منها. الشيطان همه الأعظم أن انت إيه؟ تبعد عن ربنا بالمال بقى، بحاجة، بالعيال، بأي حاجة. فلابد أن ننتبه. قال واعلم أن روح جميع العبادات ومعناها إنما هو الحضور مع الله فيها، فمن خلت عبادته عن الحضور فعبادته هباء منثور. ومثل الذي لا يحضر مع الله في عبادته مثل الذي يهدي إلى ملك عظيم وصيفة ميتة أو صندوقا فارغا، فما أجدره بالعقوبة وحرمان المثوب. يعني يقرب لنا المثال أن الإنسان لابد أن يكون مستحضرا عظمة الله سبحانه وتعالى، ولا يصح أن يقف بين يدي الله وهو غافل لاهن عنه سبحانه وتعالى. قال فصل في التحذير من ترك الجمعة والجماعات والحث على أداء الرواتب المشروعة. واحذر أيها المريد من كل الحذر من ترك الجمعة والجماعات، فإن ذلك من عادات أهل البطالات وسمات أرباب الجهالات، وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعد. طبعا هذا الكلام يؤكد به أن الصوفية ليس هو للأسف شاع عنهم في فترة من الفترات أنهم ربما لا يهتمون بالصلاة ولا بالجمعة، يقول لك أنا إيه في حالي مع الله كده، بعبد الله إيه لوحدي،
طبعا ده لا علاقة له بالتصوف، هو أحد رجلين، إما أن يكون من أرباب الأحوال. أرباب الأحوال دول ناس الله سبحانه وتعالى يعني جعل لهم حالا، ليس عقله متزنا مستقيما، لا عنده مشكلة من آخر يعني، فهو رجل صالح لكن عنده مشكلة عقلية، ليس مجنونا ولكنه عنده مشكلة تدفعه إلى العزلة أو البعد عن الناس، تمام؟ فهذا قال الإمام الشعراني سيدي عبد الوهاب، قال وأرباب الأحوال لا يتابعون في أحوالهم، يعني ليسوا قدوة، مفهوم؟ يبقى احنا لا نبحث عن هؤلاء، هؤلاء الناس الصالحين تشوفوا يقول له ادعي لي، تبص في ايده بس، لكن ليس قدوته. كان في واحد هنا في عند جبل المقطم كده، وانت رايح ناحيه المعادي، اسمه سيدي ابو السعود الجرحي، ابو السعود الجرحي، ابو السعود الجرحي ده كان من ارباب الاحوال، وكان يطرد المريدين، يروح المريدين عنده يقول لهم اطلعوا بره، يحدفهم بالطوب، حاله كده مع الله، مالوش عايز يعتزل الناس. فهؤلاء ليسوا هم المعول عليهم في الطريق الى الله، لا، الذين هم قدوه والذين يتابعون والذين ناخذ عنهم الطريق هم الذين على السنه، الذين يقيمون الصلاه ويحضرون الجمعة ويقومون بالواجبات والفرائض والنوافل التي هي موجودة في الشريعة، تمام؟ لكن نحن لا نقول على هؤلاء أنهم مجانين مثلا، أو لا نقول أنهم ولا يزعم لا من أهل الضلال، لا لا نقول ذلك، ولكن في نفس الوقت لا نتبعهم، ليسوا قدوة لنا كما سيأتي في بعض الأحوال. فالشيخ هنا بيؤكد على أن المريد ربما يرى هؤلاء فيغتر بهم، يعني لما تشوف واحد كده قاعد في البيت، إحنا أنا رأينا بعض المشاكل، يعني لما فسد الزمان اعتزلوا بيته، قال لي يا ابني أنا ما أقدرش أخرج، وبعدين أنا لما بروح الجمعة بيجد الخطيب يعيني مسكين لا بيقرأ لغة عربية صحيحة ولا بيقول حديث صحيح ولا بتاع، فيعني الشيخ بيجيله حالة نفسية بيبقى في غاية الضيق وفي غاية البتاع، فبيقول لك أنا كده بأذي نفسي نفسيا وعصبيا. طيب خلاص، لكن أنا أعرف أتنطط وأروح هنا وأروح هنا وأروح هنا، ما أقولش بقى أنا هعمل زي الشيخ وأقعد في البيت. الشيخ اللي احنا بنقول عليه ده كان فوق 80 يعني، يعني هو أصلا له عذر إن هو يقعد في البيت، مش هو مثلا بيتلكع، لا، مفهوم؟ يبقى احنا اذا وجدنا هذا او سمعنا عن هؤلاء لا نقول ان هذا هو حال الصوفي، لا، ده ليس حال الصوفية المتبع الذين نتبعهم. حال الصوفية الذين نتبعهم هم الذين كانوا يعني اهل الله سبحانه وتعالى، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ونراهم في الجمعة والجماعات ويقومون، هم اسبق الناس الى الطاعات، مفهوم؟ قال وحافظ على الرواتب المشروعات قبل الصلاة وبعدها، وواظب على صلاة الوتر والضحى وأحياء ما بين العشاءين، يعني بين المغرب والعشاء أو بين الفجر والعشاء، وكن شديد الحرص على عمارة ما بعد صلاة الصبح إلى الطلوع وما بعد صلاة العصر إلى الغروب، فهذان وقتان شريفان. يعني من جملة الأمور اللي بيهتم بها الإنسان في الطريق إلى الله الأوقات الفاضلة، يعني هناك وقت أبرك من وقت، ما هو إحنا لا نستطيع أن نعبد الله في كل وقت، صح 24 ساعة مش هنعرف في كل 24 ساعة نعبد ربنا، فيبقى أنت حضرتك بعد الفرائض هتركز على الأوقات الفاضلة. الله أكبر. الله، إذن الاستفادة من الأوقات الفاضلة هو يعني الذي يعين الإنسان على الاستفادة من
يعني أوقات البركة. الشيخ هنا بيقول وفي عمارة، هو بيقول وما بعد صلاة العصر إلى الغروب فهذان وقتان شريفان، الذي يتفرق في هذا الوقت يحصل أكثر من غيره، لأن دي أوقات الله سبحانه وتعالى نبه إليها. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ربنا سبحانه وتعالى أرشدنا إلى أوقات معينة، هذه الأوقات أكثر بركة من غيرها. الناس بتبقى غفلة فيها، يعني الناس مريحة ويعني متعبة أو نايمة أو في شغلها، فحضرتك هتترك كل هذا وتتفرغ لعبادة الله. يبقى إذن أنت ستحصل الجائزة، الذي ينتبه إلى هذا الوقت سيحصل الجائزة. قال فهذان وقتان شريفان تفيض فيهما من الله تعالى الأمداد على المتوجهين إليه من العباد. ربنا لا يلفتنا إلى شيء إلا وله فائدة وثمر. وفي عمارة ما بعد صلاة الصبح خاصية قوية في جلب الأرزاق الجسمانية، الصحة والعافية والرزق الذي يأتيك، المال والذي نطلبه، يعني أحد أسبابه الظاهرة هو هذا الوقت. حتى أن السيدة عائشة تقول عجبت لمن لم يصلي الصبح حاضرا كيف يرزق، يعني كأنها لاقت علاقة بين هذا الوقت وبين الرزق. تمام؟ فالإنسان الله سبحانه وتعالى كتب لكل إنسان رزق، صح؟ ما فيش حاجة بتنقص رزقه، هو في بطن أمه يأتي الملك ويكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، صحيح. لكن المقصود هنا ليس نفس الرزق، المقصود هو البركة. كل الناس بترزق، لكن واحد يأخذ رزقا ومعه بركة، وواحد يأخذ رزقا وليس معه بركة. يقول لك يا ساتر يا رب، الفلوس ما بقاش فيها بركة، الألف جنيه اللي كنت بتعيش بيهم شهر دلوقتي ما تعيش بيهم ثلاثة أيام، ما فيش بركة. البركة هذه من المعاني التي كان المسلمون يعيشون فيها وقت ما كان الناس صالحين وراضيين وطيبين ولا يحقد بعضهم على بعض. لكن مع انتفاء هذه المعاني ثم مع ظهور الوهابية والعياذ بالله تعالى وكثرة أفكارهم وكثرة يعني وجودهم، زالت البركة أو اختفت، موجودة بس يعني اختفت عن عموم الناس. ليه؟ لأن كثرة الإنكار للبركة وكثرة الإنكار لأهل الله وكثرة الإنكار لفضل الله سبحانه وتعالى يذهب البركة، وهذا بحال الوهابية والعياذ بالله تعالى. فالشيخ يرشدنا إلى هذه الحقيقة، أن عندما تجلس هذا الوقت الله سبحانه وتعالى يمدك بهذه الأرزاق والبركات. كذلك جربه وفي عمارة ما بعد العصر خاصية قوية لجلب الأرزاق القلبية، الرضا، الرحمة، التواضع، الخشوع، كل دي أرزاق منح من الله سبحانه وتعالى. كذلك جربه أرباب البصائر من العارفين الأكابر. وفي الحديث إن الذي يقعد في المصلى يذكر الله بعد صلاة الصبح أسرع في تحصيل الرزق من الذي يضرب في الآفاق، يعني يسافر فيها لطلب الأرزاق. طيب، قال فصل في الحث على ملازمة الذكر والتفكر. والذي عليه المعول في طريق الله تعالى بعد فعل الأوامر واجتناب المحارم ملازمة الذكر لله، فعليك به أيها المريد في كل حال وفي كل وقت وفي كل مكان بالقلب واللسان. قلنا إن الذكر هو كما قال أهل الله هو أعظم شيء في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، ولذكر الله أكبر. تعالوا نشوف العلماء قالوا إيه. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر،
ولا ذكر الله أكبر، يعني في نهيه عن الفحشاء والمنكر. يعني كما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الذكر ينهى عن الفحشاء والمنكر. لأنك حينما تذكر الله يقع في قلبك تعظيم الله. ذكر الله هنا قلنا الذكر الكامل الذي هو يعني يأتي بالأثر، هو الذكر بالقلب واللسان ليس باللسان فقط. فإذا كان كذلك فلا ذكر الله أكبر بهذا المعنى، أنه في نهي عن الفحشاء والمنكر. طيب ده تفسير رقم واحد. تفسير رقم اثنين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر. أكبر في إيه؟ قالوا أكبر في المدة. يعني حضرتك بتصلي الظهر 5 دقائق مثلا، ماشي، والعصر 5 دقائق، والمغرب 5 دقائق، أدي 5 صلوات، 5 × 5 بكام؟ ب25. فالذكر يستغرق وقتا أطول من ذلك. ليه؟ لأنك بتذكر الله طول النهار. في الصباح بتذكر الله سبحانه وتعالى الورد الذي ينبغي عليه أن يكون المريد، حوالي مثلا نقول 1/3 ساعة لوحده، وفي آخر الورد المساء 1/3 ساعة، وفي ورد تاني في بعد العشاء إلى الفجر ياخد له كمان 1/3 ساعة 1/2 ساعة. يبقى في المدة أطول. ده غير الذكر اللي انت المفروض طول النهار انت مثلا بتنزل بتقول سبحان الله، بتطلع بتقول الله أكبر، بتاكل بتقول بسم الله. يبقى الذكر مستغرق وقتك كله. وهذا هو المقصود بقول الله تعالى اذكروا الله ايه؟ ذكرا كثيرا. العبادة الوحيدة التي طولبنا فيها بالكثرة هي الذكر، والذاكرين الله كثيرا. مش والذاكرين الله بس، ربنا قال إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والصادقين والصادقات والقانتين والقانتات، كل ده إيه؟ فقط يطلب منك الفعل إلا في الذكر. قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى المطلوب في الذكر هو الكثرة الذكر، مش مرة، مش سبحان الله، مش الحمد لله بس، لا، هذا والمداومة. طيب الذكر حتى يداوم عليه الإنسان لابد كما قلت أن يكون له ورد. الشريعة جاءت بأمر بأوامر عامة لعموم المكلفين. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فده أمر بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ده جزء من الورد كما قال أهل الله. هنعرف إيه فوائد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. يبقى فيه مداومة على الاستغفار، ده جزء من الورد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، وقال قولوا لا إله إلا الله تفلح. فالعلماء لما نظروا في هذا كله وجدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أرشدنا إلى هذه الأذكار لأفضليته عن غيرها، فاختاروا ورد الأساس الذي هو كما قلنا جاءت به عمومات النصوص: الاستغفار 100، الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة 100، أن نقول لا إله إلا الله 100 بالصباح وبالمساء. تمام؟ وهذا حتى يكون لك فيه خير يكون بإذن الشيخ، يكون بإذن الشيخ. ليه؟ لأن هذه الأذكار الله سبحانه وتعالى يجعل فيها البركة كما قلنا، كلما
داومت عليها وكلما أكثرت منها واستمررت عليها، الله سبحانه وتعالى يبارك فيك ويجعل ذلك سببا لترقيك. وهذا لا يكون إلا بهذه البركة الروحية التي نستمد فيها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إحنا أصلا كلنا كده أيها المسلمون، اللي إحنا فيه من خير ده جاي منين؟ مش من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ وبالتالي فلا سبيل لنا إلى الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هذه الصلة التي تأتينا من الشيوخ. ولذلك في كل أحوالنا وفي كل علومنا نذهب إلى الشيخ. بتتعلم فقه تروح للشيخ، بتتعلم توحيد تروح للشيخ، تعلم نحو تروح للشيخ، تعلم تصوف تروح للشيخ، عايز تاخد الطريق وتذكر وتعبد تروح للشيخ. الرحمن قال ربنا الرحمن فاسأل به خبيرا. ما ينفعش نعبد الله على جهل، لابد أن نسأل خبيرا. يعني الآية هنا فيها تقديم وتأخير، أي فاسأل خبيرا به، أي بالله سبحانه وتعالى. وأهل الله سبحانه وتعالى يقولون إن هذه الصلة هي التي تجعل الإنسان حتى في حال ضعفه الله سبحانه وتعالى إيه؟ يجعل أذى الشيخ سببا لإيه؟ لرفع همتي. ما هو ربنا سبحانه وتعالى جعل الأمور العبادة معظمها فيه الصورة الجماعية. الصلاة حتى احنا في الصلاة بنقول ايه؟ إياك نعبد وإياك نستعين. وأنا واحد على فكرة، ليه بقول إياك نعبد؟ لأني أستشعر الجماعة، الاجتماع على الله سبحانه وتعالى، جماعة المؤمنين. فالعبادة تحتاج إلى اجتماع، تحتاج إلى معونة، وتعاونوا على الإيه؟ على البر والتقوى. وأعظم معاونة على البر والتقوى هو ما يكون بين الشيخ والمريد، إن الشيخ بيرشدك إلى طريق الله من أقرب طريق. لو أنت حضرتك نزلت في بلد وأنت لا تعرفه، يعني هذه البلد، ولم تسأل أحدا وتريد الوصول إلى مكان، ربما تمكث يوما كاملا ولا تصل إلى المكان، صح؟ لكن لو سألت واحد خبير يقول لك آه من هنا، إيه اللي خليك تمشي من هنا؟ لا امشي من هنا، فيدلك على المكان الذي تريده من أقرب طريق، فلا تضيع وقتك ولا تجهد نفسك. هذه فائدة الشيخ. الشيخ الله سبحانه وتعالى جعل العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء. ما وظيفة الأنبياء؟ الدلالة على الله، صح؟ كذلك الشيوخ والعلماء يدلوننا على الله من أقرب طريق، بحيث أن أنت لو قعدت تعبد ربنا وحدك ممكن تصل، بس قد تصل في فترة أطول. وممكن برضو والعياذ بالله تعالى الإنسان يضل ضلالا بعيد، ممكن كده وممكن كده. ليه؟ لأن الله دلنا على الخير وقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا أنت مش عارف الطريق إلى الله، مش عارف إيه هي مشكلات الطريق، مش عارف إيه هي الأمراض القلبية، تسأل. فأنت ما سألتش، قلت لا يا عم أنا مش محتاج شيوخ ولا كلام ده، خلاص أنت حر. ماذا لو أن الشيطان لبس عليك وأشعرك أنك في حالة من الكمال وأنت لا تدري فأعجبت بنفسك؟ لكن فايدة الشيخ أنك عندما يظهر لك ذلك تروح للشيخ، الشيخ يقول لك لا اترك هذا، طب قول كذا، افعل كذا. وهو لا يقول هذا من عندي نفسه، ده بيقول هذا ينقله عن شيوخي، عن شيوخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الوارد في الشرع الشريف ومما فتح الله به عليه مما هو من جملة الشرع الشريف. تمام؟ فده لابد أن نحييه مرة أخرى في الناس، أن السبب ضعف المسلمين
وده اللي بدأنا به الكلام في أول الكتاب. أحد أعظم الأسباب في ضعف الأمة وضعف همتها هو أنها تركت التصوف وتركت الإقبال على الله، وبدأت في محاربة هذا الطريق والزهد فيه واتهامهم بالبطالة والبدعة والضلال وكذا، وهم لا يعرفون أن هذا هو الذي وصل من سبقنا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن غير التصوف الأمة يعني تنحرف على طول، مفهوم؟ طيب، قال: والذكر الذي يجمع جميع معاني الأذكار وثمراتها الباطنة والظاهرة هو قول لا إله إلا الله، وهو الذكر الذي يؤمر بملازمته أهل البداية ويرجع إليه أهل النهاية. طبعا الشيخ هنا بيتكلم، احنا عندنا كما قلنا هناك طرق عديدة، كل طريقة لها منهج. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم ايه؟ سبلنا. شوف جمع سبلنا، مش سبيل واحد، الله له سبل. فالطرق الى الله كما قال اهل الله بعدد انفاس الخلائق، يعني لا حصر له. طيب، ومعنى ذلك ايه؟ انك هناك طرق بتختار ذكر معين، هناك طرق بيقدم المجاهده، يعني تروح لشيخ يقول لك اترك الدنيا واطلع الجبل، بس ده كان زمان يعني من حوالي 500 سنة. تطلع فين؟ الجبل. طب وتترك الدنيا؟ اترك الدنيا فترة، تقعد مثلا هناك شهر شهرين ثلاثة. طيب، طريق ثالث يقول لك لا، ما تتركش الدنيا، وهذا طريق سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه. سيدنا ابن عطاء الله كان مدرسا للفقه على مذهب المالكية، وسمع بمقدم سيدنا المرسي أبي العباس دفين الإسكندرية تلميذ سيدنا أبو الحسن الشاذلي، ف لما علم بمجيئه وكلام الناس عنه، هو ذكي، قال: أنا لا أريد أن أعرف بنفسي، الناس بتتكلم عنه براحتها، أنا عايز أعرف. فذهب إليه وهو يريد أن يختبر الشيخ ده. فالمهم يعني خلاصة الكلام أنه علم يقينا أنه من كبار أولياء الله، وأنه يعني فرصة عظيمة أتت له أن يلازم هذا الشيخ، لأنه ما وجدش واحد مثل سيدنا المرسي قبله، لأن سيدنا المرسي جاء من بلاد المغرب. فقال له: يا سيدي، أنا سأترك يعني الوظيفة اللي أنا فيها وألازمك. هو في القاهرة سيدنا ابن عطاء الله، والمرسي في اسكندرية. فقال له: لا تفعل ذلك، كن مكانك، وما قسمه الله لك من رزق سيأتيك حيث مكانك. يبقى ايه؟ ما عطلش الدنيا بتاعته. هذه احد معالم طريق سيدنا ابو الحسن، وهو ده الذي شاع بعد ذلك. ما بقاش في نظام الطرق اللي هو يروح يقول لك لا اطلع الجبل، ولا اترك الزوجة، ولا مش عارف روح في بتاع. وكانوا حتى في كان في مسلسل بيعرض، قاضي راح للشيخ فقال له: لا، انت كده من اهل الدنيا مولانا، انت تترك القاضي، قاضي البلد يعني، رجل كبير المقدم، الناس كلها بتروح له. قال له: لا، انت تيجي هنا الزاويه، والصبح يعني تنظف المكان وتحمل الماء. و فتخيل بقى القاضي ده يا عيني لما هو شايف الناس اللي كانت تقف بين ايديه خايفه ومرعوبه و الى اخره، اذ به هو يلف على الناس ويديهم الميه
يعني حاجة تكسر النفس وصعبة جدا. فكان هذا موجود في الحقيقة، كان موجود، لكنه رضي الله عن سيدنا أبو الحسن الشاذلي يعني رأى أن هذا لا يناسب العصر ولا يناسب عموم الخلق، ولذلك كانت طريقته أقرب إلى السنة. رسول الله ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وكان يكرم من كان في حاله ويعني ينصحه بما يصلح حاله، مش لازم بقى يروح يسيب البتاع ويسيئ الحمامات، مش لازم. أنت مع الاستمرار والمداومة والانكسار قلبك لله سبحانه وتعالى بينك وبين الله، إن شاء الله سيحصل التغيير والأثر. ولذلك والحمد لله رب العالمين، يعني هو الذي هذا هو الذي شاع. فالشيخ هنا بيتكلم عن أحد الطرق، ودي برضو موجود، اللي هي أنه يبدأ بلا إله إلا الله، وده برضو سيدنا الذي نحن في جواره سيدنا أحمد الدردير نص عليه في كتبه، هو كان خلوتي سيدنا أحمد الدردير، فكانوا يقدمون لا إله إلا الله ويبدأون بها مع المريد. قال ومن سره أن يذوق شيئا، لكن كما قلنا أنت تذهب إلى الشيخ والشيخ هو الذي يعطيك الذكر، تبدأ بالأساس، تبدأ بلا إله حسب حالك وحسب حال الشيخ وحسب ما يناسبك، لأن لكل إنسان ما يناسبه. قال ومن سره أن يذوق شيئا من أسرار الطريقة ويكاشف بشيء من أنواع الحقيقة فليعكف على الذكر لله تعالى بقلب حاضر وأدب وافر وإقبال صادق وتوجيه خارق، فما اجتمعت هذه المعاني لشخص إلا كوشف بالملكوت الأعلى وطالعت روحه حقائق العالم الأصفى وشاهدت عين سره الجمال الأقدس الأسمى. خلي بالكم، الطريق مجاهدة ومشاهدة، تمام؟ مجاهدة يعني وقوف على العبادات واستمرار عليها ومجاهدة للنفس وترك للمعاصي الظاهرة والباطنة، مجاهدة ومشاهدة. المشاهدة هذه ليست مقصودة في الطريق، هذه تحصل للإنسان أو لا تحصل، تحصل أو لا تحصل، ليست مقصودة للطريق أبدا. يعني بعض الناس بتدخل الطريق من أجل أن تحصل لها مكاشفات أو رؤى، وبعضهم يقول لك إحنا عايزين الشيخ بقى اللي هو يعني تيجي تقول له كذا يقول لك أيوة أنت بتقول كذا بتفكر في كذا، وهتروح البيت بتاعك هتلاقي فيه كذا وكذا، إحنا عايزين الشيخ ده. كان سيدنا الشيخ علي يقول أنتوا عايزين حاوي، حاوي يعني ساحر، يعني أنتوا مش عايزين شيخ، أنتوا عايزين إيه؟ ساحر. يعني يقول اطلعي يا مية وانزلي يا مش عارف إيه. لا، هذا ليس الطريق. الحقيقة هذه أمور تحدث لكنها ليست مقصودة، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن الشيخ كلما ترقى في الطريق كلما انقطعت عنه الكرامات. ده الكرامات على فكرة، الكرامات اللي هي خوارق العادات دي بتحصل للشيخ في أول حال، في أول حال ابتلاء واختبار، ثم تنقطع عنه، لأنها في الحقيقة تلفتوا عن الطريق، تلفتوا. يعني لو أن واحدا فتح له باب من أبواب المشاهدات سيلتفت عن طريق الله في الحقيقة. سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي رضي الله تعالى كان من أولياء الله الصالحين، كان يخطب في الأزهر الشريف، وكان في خطبته، والله أنا كنت أحضره وأنا في يعني مثلا 10 سنوات 9 سنوات، الناس في الأزهر كأن على رؤوسها الطير، لا تسمع شيء إلا همزة، كل من في الأزهر يعني لجمال خطبته ولروعتها ولبليغته كان آية من آيات الله. سيدنا الشيخ إسماعيل صادق العدوي يحكون عنه أنه كان رجلا مكاشفا، وكان تحدث له بعض الأحيان، هو كان إمام قبل الأزهر، كان إمام سيدة
أحمد الدردي. فكان يحدث له بعض هذه المكشفات، فحضرتك تروح تسلم عليه فيرى في وجهك أنك كذبت أو أنك سرقت أو أنك فعلت كذا وكذا، يشوف وشك كده ربنا بتأطلق. فكان يتضايق جدا ويقول وأنا مالي، ويطلب من الله أن يخفي هذا عنه. خلي بالك أولياء الله لا يحبون ولا يفرحون أن يطلعوا على عورات الناس. سيدنا الشيخ كان يقول لنا إيه؟ يقول لنا لو أنت فتحت الشباك، شباك بيتك، فاطلعت على عورة جارك، اتقي ماذا يفعل؟ يقفل الشباك صح؟ ولا يفتح ويبص؟ ها؟ اتقي يخاف، يقول لا، أو يقول لجاره اقفل اللي عندك صح؟ فهذا التقي. أما غير التقي ما الذي يحدث له؟ يقول يا سلام، يقف بقى هنا ويفضل يطلع على العورة ولا الذي خفي عنه، لأنه لا يحجزه حاجز عن هذا. فإذا ما يحدث لك من أمور، أو ما يحدث للشيوخ أو المريدين أو أرباب الطريق، هو في الحقيقة ليس مقصودا، وقد يكون ابتلاء وقد يكون اختبارا، لأن التقي يخاف والتقي يفزع إلى الله ويقول يا رب أنا مش عايز أنشغل عنك، ده في ابتلاءات أشد. مثلا إيه رأيكم في تسبيح الجمادات؟ قرأ الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا يسبح بحمده. تخيل أنك تسمع تسبيحة موجودات، أي ابتلاء في هذا؟ ده شديد جدا. أصل بعض الناس يقول لك إحنا عايزين بقى نشوف كرامات ونسمع كرامات. طب لو فتح عليك هذا الباب فسمعت تسبيح الموجودات، تخيل أنك داخل الحجرة بالليل مفيش أي حاجة، وجاي تنام على السرير سمعت سبحان الله، السرير بيسبح ربنا، بالله عليك هتعرف تنام؟ مش هتعرف تنام صح؟ مثلا. فإذا الإنسان التقي يخاف ويفزع إلى الله، يقول له يا رب أنا لا أريد هذا، خلاص أنا صدقت، أنا مصدق يا رب. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أن أخفى عنا شيئا من عالم الملكوت، لكن الذي نريده في الحقيقة هو الوصول إلى الله، الذي نريده في الحقيقة هو رضا الله، الذي نريده في الحقيقة هو ما يفتح الله به علينا من المعاني التي تقربنا من الله. تفهم آية، تفهم حديث، تستمر على عبادة على طاعة، تشتاق إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تشوف سيدنا النبي في رؤية، وهكذا. هذا ما نرجوه من الله سبحانه وتعالى. لكن أما باب الكشف والكرامات فهذا باب يعني ليس مقصودا في الطريق، وإن شاء الله يأتي تفصيل في هذا يعني كلما جاء ذكره. لكن الذي سمعناه من شيوخنا أنه لا نطلب، أننا لا نطلب هذا أبدا، بل إنه قد يكون فتنة وقد يكون يعني سببا لذهاب الإنسان من الطريق مش الاستمرار. قال ولتكن أيها المريد مكثرا من التفكر، وهو على ثلاثة أقسام: تفكر في عجائب القدرة وبدائع المملكة السماوية، يعني في خلق السماوات والأرض وثمرته المعرفة بالله، وتفكر في الآلاء والنعم، نعم لربنا مدهال، نعمة البصر، نعمة الطعام، نعمة الكلام، نعمة الحركة، نعمة الإسلام، كل دي نعم بنحمد ربنا عليه، ونتيجته المحبة لله. أول ما تذكر نعمة الله تحب ربنا، تقول يا رب كم أنت رحيم بنا، وكم أنت رؤوف بنا، وكم أنت منعم علينا. وتفكر في الدنيا والآخرة وأحوال الخلق فيهما، وفائدته الإعراض عن الدنيا. الدنيا ساعة، الإنسان يدخل من باب ويخرج من باب، فإذا عرفت حقيقة الدنيا لم تسعى في طلبها والحرص عليه، بل تسعى في طلب
ما عند الله. وقد شرحنا شيئا من مجاري الفكر وثمرته في رسالة المعاونة، فليطلبه من أراده. هذا والله تعالى أعلم. هل عندكم سؤال؟ نعم تفضل. سؤال جميل. لو قمنا في جوف الليل هل نقدم الصلاة والذكر أم تحصيل العلم؟ أنت شافعي صح؟ الإمام الشافعي كان يقسم الليل أثلاثا، ثلث للنوم وثلث للصلاة وثلث للعلم. حلو، يبقى انت كده ايه عملت الوصية كاملة. ولكن في الحقيقة شيوخنا قالوا لنا ايه؟ ما تجد فيه قلبك، ما تجد فيه قلبك. انت في اشياء ثابتة وفي اشياء متغيرة. الاشياء الثابتة لو انك عندك ورد لابد ان تقوم بالورد في وقته. ورد يعني ايه؟ انت الشيخ قال لك مثلا كل يوم بالليل بتقول 5000 يا الله، حاضر يا شيخ، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، خلصت 5000. انت حر بقى تصلي تصوم تحج تعمل اللي انت عايزه، واخد بالك؟ ده ثابت عندك، ما في، ما مش هيتغير، لان انت واخده من الشيخ وعهدك مع الشيخ ان تستمر معه على ذلك، بيدلك على الطريق الى الله. تمام. لكن لو انت سبهلله يعني ايه؟ هذا نحت، يعني سيبها لله كده، ما فيش اي خطه عندك ولا برنامج ولا بلان ولا اي حاجه، مفيش حاجه عندك خالص. فوقت تلاقي نفسك عايز تقرا، وقت نفسك عايز تذكر، بس ده على المدى الطويل ما بيثمرش. تجربه بتقول كده. كوبايه، افتكر الكوبايه لازم يكون عندك وعاء تحط فيه، فتجد فيه بنك بتضع فيه الاموال، رصيد. طيب لو ما فيش بنك الفلوس بتروح فين؟ في الهواء صح؟ لو انت حاطط الفلوس عندك ومش مش 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 مدخرها، ايه اللي هيحصل؟ هتاخد النهارده منها، راحت الفلوس. فلا بد ان يكون عندك شيء مستمر ثابت. العلم طبعا هو مما يعني يتقرب الى الله به، لكن نحن نتكلم هنا عن من أراد وجه الله سبحانه وتعالى واعتمد بهذا على طريق العلم، يعني استعان بهذا على طريق العلم. لأن احنا وجدنا، خلينا أقول لك بصراحة، طلبة العلم الذي ليس له طريق لا يفلح. ممكن تلاقيه ما شاء الله ذكي ومنابه وطلع وخد الدكتوراه وبقى أستاذ في الجامعة، لكنه يعني بيتكلم كده. سيدنا الشيخ سيد عبد القادر الجيلاني، كبار أولياء الله الصالحين رضي الله تعالى عنه، مرة عشان نعرف الفرق بين الذي سلك الطريق والذي يعني مسكين، مرة الشيخ غاب، سيد عبد القادر غاب عن مجلسه. حلو. ف يعني قالوا الطلبة قاعدين مش فيش حد، فقالوا ابن الشيخ اهو، تعالى يا مولانا، تعالى اتفضل اقعد مكان ايه؟ ابوك. فالولد طبعا يعني امر جلل، اقعد مكان ابويا وبتاع، قعد بقى وبتاع وظبط نفسه الاداء وبتاع، وبدا يتكلم ساعة ومش عارف ايه، وقعد في كل طاقته يتكلم، والناس الشيخ اتاخر ليه وبتاع. خلاص خلص الدرس بتاعه، دخل الشيخ، قام الولد سيدنا الشيخ عبد القادر قعد. فالشيخ عبد القادر بيقول اول ما قعد كده ما قالش حاجه، بيقول انا امبارح كنت صايم فالناس تبكي بكاء. هو الشيخ قال حاجه؟ ما قالش، بس الناس شعرت بصدق كلامي، وقمت اصلي ركعتين فالناس تبكي. ايه الفرق؟ الفرق انا عايز اقول لك ايه، ان هناك ما خرج من القلب وصل الى القلب، وما خرج من اللسان لا يتجاوز الاذان.
كثير من طلبة العلم بيأتي ويذهب إلى الجامعة ولا علاقة له لا بالأذكار ولا بالأوراد ولا راجل حلو مسلم وكل حاجة لا نطعم فيه، لكنه لم يذق شيئا من حلاوة هذا الطريق ولا من حلاوة العلم. فالعلم عنده وظيفة، وظيفة يعني زيه زي الدكتور زي المهندس زي وظيفة بنشتغل بيها وناخد آخر بتاع المرتب وخلاص، مش رسالة، مش هذا أقف بين يدي الله. العلم عنده مجرد وسيلة للحصول على المال، هذا هو مطلوب. فيبقى إذن نحن نقول هذا، ننصح لوجه الله سبحانه وتعالى، رأينا طلاب العلم الذين لا يسلكون ورأينا طلاب العلم الذين يسلكون. إيه رأيك إن الذين يسلكون عندهم أداب، عندهم تواضع، عندهم فهم؟ فهذا هو، والله أعلم. ها فضل. الطريق يعني السؤال عن إذا أخذ المريد الذكر واستأذن شيخه فيه، هل هذا يكون كالفرض لابد أن يلتزم به ليل نهار أبدا ولا ممكن ينقطع؟ لا، هو مش فرض شرعي، ليس فرضا شرعيا، نحن مش هنغير الحقائق، ده السلوك مندوب، وهذا هو اختيار مولانا سيدنا الشيخ علي. التصوف أو سلوك طريقة الصوفية ليس واجبا، هذا درجة في الإسلام، الله سبحانه وتعالى في آيتين عمدين ربنا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، دي لعموم الناس، وآية أخرى يقول الله اتقوا الله حق تقاته. يبقى في ما استطعتم، ما ماشي واحد ماشي في السكة كده ما استطاع، واحد تاني لا فاتقوا الله إيه؟ حق تقاته. دي درجة بقى أعلى. حق تقاته دي واجب؟ لا مش واجب، مندوب. فسلوك الطريق على يد شيخ مندوب ويظل مندوب حتى، لكن الذي قاله أهل الله أن الإنسان إذا التزم بطريق ووصل إلى مرتبة أخذ العهد عند الشيخ فلا ينبغي له ولا يصح له بعد أن وصل إلى هذه الدرجة أن يعرض عنه كالمعرض عن فضل الله سبحانه وتعالى، فهم؟ فلا يكون بعد ما ربنا اداله هدية يروح ماسكها كده رميها. أنت ربنا اداك هدية وخلك من أهل الله سبحانه وتعالى وماشي وسالك في الطريق، وعلى فكرة من ذاق عرف، يعني الذي يذوق حلاوة العسل لا يسلى لا يتركه، لكن الذي يفعل هذا هو لم يذق في الحقيقة، يعني ما هو لو عرف أن هذا عسل كيف يتركه، فاهم؟ فلأجل ذلك نحن نتكلم عن دائرتين، دائرة هي الوجوب الشرعي لا مش واجب شرعي، ودائرة تانية يعني من باب الأدب مع الله، لا هذا ليس يعني مؤدبا مع الله، في شيء من التهاون، فهمت؟ فيحرص الإنسان إلا إذا كان شيخه أو من أخذ عليه الطريق قال له أنت لست يعني من أولادي، هو الشيخ اللي قال له يا ابني خد الذكر ده، ومشي معاه سنة واثنين وثلاثة وبرضه ما فيش، الولد مش لاقي أو المريد مش لاقي ثمرة، مش عارف يستمر، حاسس بتشويش، عامل زي انسان مصدع كده مش عارف امشي في الطريق مره كده ومره كده، فقالوا هذه معناها ان ليس لهذا المريد رزق عند الشيخ فيحيل على شيخ اخر، فهمت؟ فهذا هو المطلوب. ها
جزاكم الله خير.